سيدنا السلام عليكم مشاهدينا الكرام داخل المغرب وخارجه، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناة المشاريع المغربية. هذا أخوكم سيمو كيضرب لكم موعد جديد وأخبار جديدة وآخر مستجدات بناء برج ناطحة السحاب الأولى في المغرب والثانية في إفريقيا بحول الله، وقريبا الخبر صار فيما يخص الأبراج في المغرب وإفريقيا. مشاهدينا الكرام، إذا كيف ما وعدتكم مشاهدينا الكرام في الفيديو الأول ديال برج محمد السادس اللي كنت صورته لكم من الجهة الشرقية، وعدتكم باللي غادي نتكلموا على آخر الأخبار من الجهة الجنوبية. إذا هذه صورة عامة وغادي نتكلموا في التفاصيل اشنو واقعنا واش طاري ونوعيه الاشغال، وغنتكلموا على الكومبلكس ديال البرج وكذلك على البرج فيما يخص الاشغال العامه. سبحان مبدل الاحوال، غاديك النهار وكان الجفاف وكانت الحراره مرتفعه، الزحومات في البحورات والناس يا سبحان الله، والبارح عاوتاني الرياح قوية، عواصف رملية، ودوك الحبيبات اللي كتدخل العينين كتزعج سبحان الله. واليوم أجواء مطيرة، أجواء غائمة، لاحظوا معايا سبحان مبدل الأحوال، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم مشاهدينا الكرام، هنا بجنبات البرج من جهة الضفة ديال أبي رقراق، هنا خدامين على واحد الكي، الناس اللي التحقوا بنا غنوضحوا لهم أكثر، والناس اللي قدام معنا تبعتوا معنا منذ بداية أو ضربة البداية هنا في هذا المكان الأشغال، وكيفاش بدات وكيفاش انطلقات وكيفاش حفروا وكيفاش داروا لي الكوش الأولى والكوش الثانية وخلاوها حتى تخمرات، وكيفاش كانت الحراقيه هنا بالصونده، وكيفاش هنا يحفروا في الاعماق، وكيفاش داروا عمليه شفط المياه، ودازت واحد المده وحيدوا داك الكوش الفوقاني اللي تقريبا 4 ديال الامطار، ودازوا مباشره دازوا حفروا. راه هذا الشيء اللي كتشوفوا راه كاينه اعمده مغروسه لداخل في الارض باش كيتبتوا لينا هاد الطبقه كلها اللي غادي يكون عندنا هنا واحد لا تيراس. اذا حاليا بداوا في ليفوال، هاجي تشوفوا معايا باش تفهموا اكثر، خدامين هنايا ها هما بداو كيطلعوا هنا لي بانو من قبل دوزوا الحديد، بارك الله الحديد كل برا يا برا ما شاء الله ياك، وقبل كاع كانوا زرعوا واحد الالواح راه باقي الطروفه منهم، شتوهم يلا باقي جزء منهم تيبان، هذوك الالواح راه جايين من هنا، تبعتوه معانا داك الشيء من الاول حتى الاخر، خدمه عندهم بروفيسيونيل كدراع وحاجز ما يدخلش الماء لا الطراس او لا المرفع. ومن بعد حاليا دابا غادي يبنيو هنا واحد لا طراس، غادي يكون على شكل مدرج غيجي بحال هكا، ومن بعد غادي يهبط ومن بعد غيجي بحال هكا. دابا حاليا الخدمه باقا ما غتبانش لكم، حنا بالنسبه لينا راها باينه لينا، ولكن بالنسبه لكم انتم ما واضحاش اكثر، غادي تتضح مع توالي الايام. تحيه الفريق القباش، تحيه الشوافريه ديالنا ديال لي بوكلان، والتحيه ديال الرافعات الرافعه العملاقه ما شاء الله، عندنا جوج، عندنا وحده هنايا، عندنا البيضاء وعندنا وحده كذلك صفراء. تحية الشوافرية ديالنا، عندنا بتي بوكلان، وعندنا واحد دي بيل، عندنا واحد بيلة هي ضخمة ما شاء الله، في رهن إشارة الأشغال هنا، فريق الحدادة أيضا، فريق ديال لي بانو ميتاليك حتى هما، هنا كانت صبات الامطار عمليه تفريغ المياه، يعني ملي كتصب الامطار كثيره قويه كيكون واحد شويه ديال
الأشغال كتزيد، مما يتيح بعض الوقت أيضا إذا عندنا جوج ديال لي كروموبيل رافعات متحركة. إذا ها هما خدامين حاليا، هادشي كلشي غادي يعمر. اللهم بارك، يعني ملاحظة أساسية وهو تقدم الأشغال بواحد الشكل ملفت. لاح صراحة تقدم ملفت، هادشي راه كله عمر، كله محفور في الأعماق، كله مشى حتى القنطرة تقريبا، كله أعماق، أساسات قوية وخراسانية. ندوزو الأيقونة برج جين السمية، آخر الأخبار والمستجدات. غادي نبداو، عندنا هنا واحد المدخل سوسول تحت أرضي كاين هنايا، خاص بالسيارات وحتى بالراجلين حتى هما أيضا. يعني راه تفينا الفوق، راه مفيني تقريبا واحد النسبة كبيرة. هنا كاين عملية تزيين مدخل البرج، هنا واقيلا غادي يكون شي غازون أو لا واجهة خضراء، احتمال كبير. التغطية ديال الكومبلكس كتبان لي أنا شخصيا وصلت واحد النسبة ديال 90%، خصوصا من هاد الجهة اللي المقابلة القنطرة. لاحظوا معايا التغطية شبه كاملة، يعني راه صافي، اللهم بارك. أشغال في السقف، عملية تغطية السقف متقدمة جدا. إذا اللمسات الأخيرة إذا لاحظوا معايا أشغال جد متقدمة. نعطيكم أنا كاع واحد الشهرين وغيتفينا هذا الكومبلكس. بالنسبة للبرج فلاحظوا معايا مشاهدينا الكرام، ما بقات حتى شي حاجة كتدل على الأشغال الخارجية بصفة عامة. سالينا وكلينا وشربنا وجمعنا وطوينا بالنسبة للأشغال الخارجية. إذا مشاهدينا الكرام، أشغال والحراقية نايضة هنايا لداخل. بالنسبة للأشغال فينيسيون ألومنيوم، النجارة، لانستالاسيون كومبليك، لانستالاسيون سيكوريتي، لانستالاسيون ديال تليم كومينيكاسيون، لانستالاسيون دي بيرو، لانستالاسيون ديال الفندق، لانستالاسيون، يعني مشاريع ضخمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، هذا أخوكم سيمو من قناة مشاريع المغرب. ما تنساوناش من لايك. ريتما يتم افتتاح هذا البرج، نلتقي في مشروع آخر. إلى اللقاء يا أصدقاء.